إلى غرائب المخلوقات. مشاهدينا ومستمعينا، عندما نتحدث عن الخفاش دائما ما بتبادر إلى أذهاننا صورة واحدة لطائر أسود مخيف يحب الأماكن المظلمة، ولكن في الواقع يوجد أكثر من 1300 نوع من الخفافيش، بعضها ممكن ما عمرك سمعت عنه، زي خفاش هندورس الأبيض، ويمكن مصادفته في الغابات الاستوائية في بلدان أمريكا الوسطى زي هندورس ونيكاراغوا وكوستاريكا والأجزاء الغربية من بنما. يتميز هذا النوع من الخفافيش بأنه له فرو أبيض مميز، هو صغير جداً بالنسبة لجنسه حيث يبلغ طوله أقل من 5 سنتيمترات، وبسبب لونه الأبيض ومظهره اللطيف بشكل عام، بالإضافة إلى حقيقة أنه ما بيعيش في الكهوف ولا يمتص الدماء، يعتبر الخفاش الأبيض الهندوراسي تناقض حي لقوالب الخفافيش النمطية. وسمي هذا النوع من الخفافيش أيضاً باسم صانعة الخيام، وذلك بسبب قدرتها المذهلة على تحويل الأوراق الكبيرة لنبات الهيلوكونيا إلى مستعمرات مؤقتة. إذا كان في طائر يستحق حمل لقب الطائر المرعب المخيف، فالمخلوق اللي راح نتحدث عنه الآن يفوز باللقب. أتحدث عن طائر البوتو ذي العيون الجاحظة، واللي يكفي أنك بس طالع فيه عشان تتملكك مشاعر الخوف والرهبة من هذا الطائر المرعب. بس هل هو حقا طائر خطير بحجم غرابة شكله؟ رغم من مظهر المرعب، إلا أنه طائر البوتو لا يعد أبدا من الطيور الخطيرة على الإنسان، بما يحمل من عيون تميل إلى الألوان الصفراء البرتقالية، وطول يصل أحياناً إلى 60 سنتيمتر، وصوته يشبه البعض بأنه يشبه صوت نباح الكلاب، وهو من الطيور التي لا تنشط إلا في الأوقات الليلية، حيث يقضي النهار الطويل مختبئاً وبعيداً عن الأنظار. يستطيع التخفي بسهولة نظراً لامتلاكه جلد بني قريب من ألوان جذوع الشجر. يتواجد في جنوب المكسيك والهند الغربية إلى باراغواي وشمال الأرجنتين، ويتغذى على الخنافس والجراد والحشرات الكبيرة حجماً وأحياناً الخفافيش، وأيضاً سبب لعيونه وجحوظها يستخدمها كتكنيك عشان يخوف أي عدو ممكن يصادفه.